شو 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 جئناكم ندعوكم نمرح ونلهو فهيا تعالوا سلام سلام شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام فالعم يزيد يرحب بكم والف تحية أهديها لكم جيتونا برضاكم لبيتوا دعوانا واحنا يا بلقاكم مقلوبنا فرحانا فالعم يزيد يرحب بكم والف تحية اهديها لكم جيتونا برضاكم لبيتوا دعوانا واحنا يا بلقاكم مقلوبنا فرحانا العم يزيد يرحب بكم والف تحية يهديها لكم رؤياكم نورتوا يا احبابنا ان شاء الله يهنى بالكم في ذي الليلة معانا فالعم يزيد يرحب بكم والف تحية اهديها لكم ما احلى رؤياكم نورتوا يا احبابنا ان شاء الله يهنى بالكم في ذي الليلة معانا العم يزيد يرحب بكم والف تحية اهديها لكم وما اجمله من وطن تحيا الجزائر يعطيكم الصحة اعطونا لولوين على الجزائر يا نصر الله يخليكم بلادي وان جارت علي عزيزة ما عندناش وطن اخر يا احبائي الجزائر وطننا واش رايكم كاين اغنيه جميله نقول فيها بلدتي احن لك بلدتي اشتاق لك ان بعدت اعود لك بلدتي يا بلدتي بلدتي احلى مكان فيها عشت من زمان على بالكم الانسان بعد هذه الاغنيه تاني عندكم اغنيه مفاجاه تاني يلا نغنوا كامل مع بعض بلدتي أحن لك يلا بلدتي أحن لك أشتاق لك إن بعدت أعود لك بلدتي يا بلدتي بلدتي أحلى مكان فيها عشت من زمان بلدتي أحلى مكان فيها عشت من زمان يا هنايا يا أمان في حما بلدتي عشت فيك ذكرياتي أياما من حياتي عشت فيك ذكرياتي أياما من حياتي يا محلى أوقاتي فيها طفولتي بلدتي أحن لك أشتاق لك إن بعدت أعود لك بلدتي يا بلدتي فيك أهلي أقربائي والدايا يا فدائي فيك أهلي أقربائي والدايا يا فدائي في الغداء والعشاء اجتمعت بإخوتي فيك جدي جدتي يا محلاها لمتي فيك جدي جدتي يا محلاها لمتي لما تنادي جدتي اسمعوها قصتي بلدتي أحن لك أشتاق لك إن بعدت أعود لك بلدتي يا بلدتي يا
رفقتي وأصدقائي جيراني يا هنائي رفقتي وأصدقائي جيراني يا هنائي لما نلعب في الفناء حتى آخر ساعتي أمي تنادي لي دخولي لا يا أمي لا تقولي أمي تنادي لي دخولي لا يا أمي لا تقولي إني قد زاد فضولي لأبقى مع صحبتي بلدتي أحن لك أشتاق لك إن بعدت أعود لك بلدتي يا بلدتي فيك بستان ونخل وعصافير ونحل فيك بستان ونخل وعصافير ونحل ووديان أتسيل ما أبهاها غابتي وهضاب وجبال وشعب وتلال وهضاب وجبال وشعب وتلال وتاريخ ونضال ما أغلاها بلدتي بلدتي أحن لك أشتاق لك إن بعدت أعود لك بلدتي يا بلدتي برافو 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 برافو. إذن أحبائي بلدتي أحن لك بلدتي أشتاق لك إن بعدت أعود لك. يا أحبائي عمو يزيد لكم أغنية أغنية مهمة جدا 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 نقول فيها سألوني من أكون في شمالي وجنوبي سألوني من أكون في الشرق والغربي قلت ألا ترون إني سألوني من تحب ولمن كان النسب الناس قاعد يسقسوك أنت وليد من أي قبيلة وش من حومة قلت يا للعجب إني جزائري لا تسألني أنا جزائري ماني لمسيلي لا سطيفي لا وهراني لا من تمن راست لا قبيلي لا شاوي أنا جزائري. أحبائي على بالكم بكري بكري لما كان واحد في قبيلة هكذا ولا في الدوار ولا يدير خطأ ما يعاقبوه لا بالسجن ولا بأي شيء كانوا ينفيوه من القبيلة يعني ينحيوا له الانتماء. أحبائي أعظم شيء أننا ننتمي لهذا الوطن. إذا تغنوا كامل معايا سألوني من أكون في شمالي وجنوبي سألوني من أكون في الشرق والغربي قلت ألا ترون إني يلا سألوني سألوني من أكون في الشرق والغرب سألوني من أكون في شمالي وجنوبي قلت ألا ترون إني جزائري قلت ألا ترون إني جزائري سألوني من أكون في الشرق والغرب سألوني من أكون في شمالي وجنوبي قلت ألا ترون إني جزائري قلت ألا ترون إني جزائري سألوني من تحب ولمن كان النسب قلت يا للعجب إني جزائري سألوني من تحب ولمن كان النسب قلت يا للعجب إني جزائري سألوني من أكون في الشرق والغرب سألوني من أكون في شمالي وجنوبي قلت ألا ترون إني جزائري قلت ألا ترون إني جزائري هذه يدي لأبناء بلدي من أجلك غادي أحسن من حاضري إن هذه يدي لأبناء بلدي
من أجلك غادي أحسن من حاضري. سألوني من أكون في الشرق والغرب، سألوني من أكون في شمالي وجنوبي، قلت ألا تروا إني جزائري، قلت ألا تروا إني جزائري. إحنا ولاد الثورة كل ذات المرة، واليوم راكي حرة بالشعب الثائري. احنا ولاد الثورة كل ذاق المرة، واليوم راكي حرة بالشعب الثائري. سألوني من أكون في الشرق والغرب، سألوني من أكون في شمالي وجنوبي، قلت ألا تروا إني جزائري، قلت ألا تروا إني جزائري. لا فرق بيننا والحب لمانا، والأم أمنا بكل المشاعر. لا فرق بيننا والحب لمانا، والأم أمنا بكل المشاعر. سألوني من أكون في الشرق والغرب، سألوني من أكون في شمالي وجنوبي، قلت ألا تروا إني جزائري، قلت ألا تروا إني جزائري. برافو 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 برافو. برافو برافو برافو. تحية الجزائر يا أحبائي. على بالكم باللي في تربية النشء، تربية النشء الحاجة الأولى اللي نتربوا عليها، الحاجة الأولى هي حب الوطن، هي حب الوطن، حب الوطن من الإيمان يا أحبائي. بلادنا ما عندهاش غيرنا، احنا اللي نبنيوها. ولكن كيفاش نبنيو بلادنا؟ نبنيو بلادنا بالتعايش، نحبوا بعضنا بعض، نسمعوا لبعضنا بعض، نحترموا بعضنا بعض، إلقاء السلام. أحبائي كي تروح للدكان تنتظر دورك، لما تخرج في الحي لا ترفع صوتك، لازم توقر الكبير وتعطف على الصغير. يا أحبائي تنظف الحي نتاعك كما الجزائر عطتنا دروس هذا الشعب العظيم. والله ما هي لا ديماغوجية ولا أي شيء، احنا رانا هنا من أجل تربية ولادنا. أنا نظن بلي هذا الشعب الغفير اللي راهو هنا، هذا الجمهور الجميل عنده نفس التفكير كما عمو يزيد. رانا هنا من أجل ولادنا، من أجل حياة أفضل لأولادنا لأطفالنا. يا أخي واش رأيكم دركا يا أحبائي نعودوا الأغنية؟ بس شوفوا المخرج قال لي عاود الأغنية، لأن على بالكم فريق عمو يزيد كاين حاجة مهمة عند عمو يزيد والفريق اللي يعمل معاه. كل فريق عمو يزيد فريق شاب، فريق يحب الأطفال، فريق على دراية بالواقع الاجتماعي الجزائري. كلنا مسبلين في سبيل أطفالنا وتربية أطفالنا. المخرج قال لكم عودوا الأغنية بصح تغنوا كامل، ما نحبش نشوف واحد ساكت. قال لكم هكذا تغنوا، يلا معايا كامل. إني جزائري. سألوني من أكون في الشرق والغرب، سألوني من أكون في شمالي وجنوبي، قلت ألا ترون إني جزائري، قلت ألا ترون إني جزائري. سألوني من أكون في الشرق والغرب، سألوني من أكون في شمالي وجنوبي، قلت ألا ترون إني جزائري، قلت ألا ترون إني جزائري. سألوني من تحب ولمن كان النسب، قلت يا للعجب إني جزائري. سألوني من تحب
ولمن كان النسب. قلت يا للعجب إني جزائري. سألوني من أكون في الشرق والغرب، سألوني من أكون في شمالي وجنوبي. قلت ألا ترون إني جزائري، قلت ألا ترون إني جزائري. إن هذه يدي لأبناء بلدي، من أجلك غادي أحسن من حاضري. إن هذه يدي لأبناء بلدي، من أجلك غادي أحسن من حاضري. سألوني من أكون في الشرق والغرب، سألوني من أكون في شمالي وجنوبي. قلت ألا ترون إني جزائري، قلت ألا ترون إني جزائري. إحنا ولاد الثورة كل ذات المرة، واليوم راكي حرة بالشعب الثائري. احنا ولاد الثورة كل ذاق المرة، واليوم راكي حرة بالشعب الثائري. سألوني من أكون في الشرق والغرب، سألوني من أكون في شمالي وجنوبي. قلت ألا ترون إني جزائري، قلت ألا ترون إني جزائري. لا فرق بيننا والحب لمانا، والأم أمنا بكل المشاعر. لا فرق بيننا والحب لمانا، والأم أمنا بكل المشاعر. سألوني من أكون في الشرق والغرب، سألوني من أكون في شمالي وجنوبي. قلت ألا ترون إني جزائري، قلت ألا ترون إني جزائري. تحيا الجزائر، تحيا الجزائر. والله هذه الأغنية في كل مرة نغنيها إلا ولحمي مشوك. والله العظيم أحبائي، حب الوطن، حب الوطن، لهذا الوطن علينا حق. أحبائي لهذا الوطن علينا حق. أحبائي شكون يقدر يقول لي يوم العلم، يوم العلم نسبة لمن؟ يوم العلم نسبة لمن؟ والتاريخ بالضبط، يعني نسبة لمن والتاريخ بالضبط. يلا اروح غير بلاك، تعالي يلا اروحي بنتي، تعالي. اذا بنتي يوم العلم وقتاش؟ 16 افريل. 16 افريل نسبة لمن؟ لوفاة العلامة ابن العلامة عبد الحميد بن باديس. نسبة لوفاة العلامة عبد الحميد بن باديس في أي سنة؟ 1940. معليش أنا ساعتها في الشطر الأخير، لأن السؤال معليش شوية. أحبائي يوم العلم 16 أفريل نسبة لوفاة العلامة عبد الحميد بن باديس 16 أفريل 1940. أعطيه الهدية تاعها، أعطيه الهدية تاعها، شكرا. إذن بنتي رامي راعي برنامج مع عمو يزيد وراعي هذا الحفل يعطيك هذه الهدية المتواضعة، إن شاء الله تستفدي بها إن شاء الله. العفو العفو، شكرا بنتي، شكرا. تفضلي تفضلي، الله يخليك. يلا إذن أحبائي يوم العلم 16 أفريل نسبة لوفاة العلامة عبد الحميد بن باديس، نغنوا مع بعض قلمي قلمي صغير الحجم ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم،
فالعلم رهين بك قلمي. أحبائي المثابرة في الدراسة، العلم بالعلم ترقى الأمم. لازم تقراوا يا أحبائي باش نشوفوكم من بعد كامل مهندسين دكاترة. يا أخي يلا قلمي قلمي. قلمي قلمي صغير الحجم ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم، فالعلم رهين بك قلمي. قلمي قلمي صغير الحجم ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم، فالعلم رهين بك قلمي. به أرسم وبه أكتب ما يجول في خاطري، أحمله أينما أذهب يصحبني في مشواري. به أرسم وبه أكتب ما يجول في خاطري، أحمله أينما أذهب يصحبني في مشواري. قلبي قلبي صغير الحجم ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم، فالعلم رهين بك قلبي. قلمي قلمي صغير الحجم ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم، فالعلم رهين بك قلمي. كل علم دونه وروى تاريخ الأزمان، فالقلم دوما يحفظه حتى لا يمحي. فالقلم دوما يحفظه حتى لا يمحيه النسيان. قلمي قلمي صغير الحجم ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم، فالعلم رهين بك قلمي. قلمي قلمي صغير الحجم ولكن سمت كل الأمم نحو القمم، فالعلم رهين بك قلمي. قلمي آية من القرآن وهو أول خلق الله، سخره رب المنان له في الدين والدنيا مكان. قلمي آية من القرآن وهو أول خلق الله، سخره رب المنان له في الدين والدنيا مكان. قلمي قلبي صغير الحجم ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم، فالعلم برافو 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 برافو. كل علم دونه وروى تاريخ الأزمان، فالقلم دوما يحفظه حتى لا يمحيه النسيان. أحبائي القلم مهم جدا جدا جدا. ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي، ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. ويلاتي ستعاقبني بأشد العقاب. ويلاتي يا برافو. يلا معايا كمل. ويلتي يا ويلتي. ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي، ستعاقبني
حبيبتي بأشد العقاب. ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي، ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. قبل بدء الدرس قالت أروني واجبكم، وضعت يدي فوق رأسي وصار صوتي أبكم. قبل بدء الدرس قالت أروني واجبكم، وضعت يدي فوق رأسي وصار صوتي أبكم. ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي، ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. ضيعت وقتي سودا باللعب مع رفاقي، نسيت فروض الغدا وصرت الآن في مأزقي. ضيعت وقتي سودا باللعب مع رفاقي، نسيت فروض الغدا وصرت الآن في مأزقي. ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي، عاقبني معلمتي بأشد العقاب. بدأت معلمتي تجول عبر الصفوف تراقب واجب كل تلميذ، وحين وصولها عندي قالت أريني واجبك، فلم أتمالك نفسي وشرعت بالبكاء وقلت لها كلا لم أقم به، صرخت وعطتني صفرا وعوقبت بكتابته أكثر من 100 مرة. كلا لم أقم به، صرخت وعطتني صفرا وعوقبت بكتابته أكثر من 100 مرة. ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي، ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. إلى اليوم فصعيدا سأهتم بواجبي، وتلميذا مجتهدا لأفرح أمي وأبي. من اليوم فصعيدا سأهتم بواجبي، وتلميذا مجتهدا لأفرح أمي وأبي. ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي، ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. شكرا 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 جمهور مدينة المسيلة. على بالكم يا أحبائي رانا دايرين مسابقة، هذه المسابقة هي رايحين نرتبوا المدن على حسب التفاعل تاع الجمهور. جمهور المسيلة راكم هنا؟ أنا نظن باللي اليوم حفل مدينة المسيلة راح يتفوق على العديد من المدن، والله بدون مجاملة والله. تقدروش تصوروا لما على بالكم على الصفحة الرسمية لعمو يزيد، عمو يزيد صفحة رسمية على الفيسبوك، عمو يزيد شخصيا هو اللي يرجع الرسائل باش تعرفوا. نرجع على كامل الناس بالمرات لمدة ساعات وساعات وساعات. لما كنت نتلقى رسائل من أطفال وسكان ولاية المسيلة، والله والله غير كانت عندي فرحة كبيرة، يعني إقبال كبير. كامل الناس كانوا يتسألوا وقتاش عمو يزيد يجي لمدينة المسيلة. لما اتصلوا بي مديرية الشباب والرياضة، والله لم أتردد لحظة واحدة، مباشرة قلت لهم نعم، لأنه كان عندي قناعة وكنت عارف باللي راح يكون الحفل في هذا المستوى. شكرا شكرا، يعطيكم الصحة يعطيكم الصحة. والله كاين أغنية، هذه الأغنية نغنوها كي نجو داخلين للمدرسة، نقول فيها بصح تغنوا كامل لا؟ صباح الخير مدرستي، جئنا ندق عليك الباب، اشتقنا لك يا غاليتي ورجعنا من بعد غياب. نعودها لكم. صباح الخير مدرستي، جئنا ندق عليك الباب،
اشتقنا لك يا غاليتي ورجعنا من بعد غياب. إذا صباح الخير مدرستي، يلا معايا. لا 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 لا. صباح الخير يا مدرستي، جئنا ندق عليك الباب، اشتقنا لك يا غاليتي ورجعنا من بعد غياب. صباح الخير مدرستي، جئنا ندق عليك الباب، اشتقنا لك يا غاليتي ورجعنا من بعد غياب. لا 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 لا. انتهت العطلة الصيفية، أيام الراحة كدوى النوم، عشنا أوقات هانية، عدنا لك لطلب العلم. انتهت العطلة الصيفية، أيام الراحة كدوى النوم، عشنا أوقات هانية، عدنا لك لطلب العلم. صباح الخير مدرستي، جئنا ندق عليك الباب، اشتقنا لك يا غاليتي ورجعنا من بعد غياب. لا 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 لا. اشتقت لك من الأعماق، ما فرقت مخيلتي، اشتقت لك اسمي ورفاقي وكذا لقاء معلمتي. اشتقت لك من الأعماق، ما فرقت مخيلتي، اشتقت لك اسمي ورفاقي وكذا لقاء معلمتي. صباح الخير مدرستي، جئنا ندق عليك الباب، اشتقنا لك يا غاليتي ورجعنا من بعد غياب. لا 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 فلا زال هناك مزيد لكسب العلم يا أولاد، فلنبدأ العام الجديد بالجد والاجتهاد. فلا زال هناك مزيد لكسب العلم يا أولاد، فلنبدأ العام الجديد بالجد والاجتهاد. صباح الخير مدرستي، جئنا ندق عليك الباب، اشتقنا لك يا غاليتي ورجعنا من بعد غياب. شكرا شكرا، اشتقت لك. ها؟ نحبك عمو ياسد. وشان؟ نحبك عمو ياسد. ربي يطول عمرك بنتي، ربي يخليك. مام عمو ياسد يحبكم كامل كامل كامل. أحبائي، اشتقت لك من الأعماق، ما فارقت مخيلتي، اشتقت لقسمي ورفاقي وكذا لقاء معلمتي، كاد المعلم أن يكون رسولا. أحبائي، شكون يقدر يقول لي، اعطيني الميكرو، وقتاش
عيد الشرطة في الجزائر. عيد الشرطة في الجزائر. تعال أروح. تعال ولدي. إذن عيد الشرطة في الجزائر وقتاش؟ 22 جويلية. واش من سنة بدينا نحتفلوا بعيد الشرطة في الجزائر؟ وعرة وعرة تعرفوها؟ 1900 و22 يا بنتي 22 يا روح روح معليش، هي الجائزة على الشطر الأول فقط، الشطر الثاني عمو يزيد جاوب عليه. لا لا أعطيه الهدية تاعو، أعطيه الهدية تاعو. إذا عبد الله، عيد الشرطة في الجزائر يوم 22 جويلية، بدينا نحتفلوا بعيد الشرطة في الجزائر في سنة 1962 منذ الاستقلال يا أحبائي. 22 جويلية أسست الشرطة الجزائرية. إذا شيف مهبول راعي هذا البرنامج وراعي هذا الحفل يعطيك هذه الهدية، إن شاء الله تستفاد بها. شكرا إن شاء الله على هذا البرنامج. ربي يطول عمرك وليدي، ربي يخليك عبد الله، شكرا. إذا تغنوا كمل معايا، أنا شرطي المرور، كلي بهجة والسرور. يلا معايا كامل. أنا شرطي المرور، كلي بهجة وسرور. أنا شرطي المرور، كلي بهجة وسرور. أنظم السير، أراقب العبور، أساعد الغير مبتسم صبور. أنظم السير، أراقب العبور، أساعد الغير مبتسم صبور. أنا شرطي المرور، كلي بهجة وسرور. أحارب الإجرام، أخفف الزحام، أساعد الأطفال شجاع مقدام. أحارب الإجرام، أخفف الزحام، أساعد الأطفال شجاع مقدام. أنا شرطي المرور، كلي بهجة وسرور. أصون الأمانة، أحفظ النظام، أحارب الخيانة وأضمن الأمان. أصون الأمانة، أحفظ النظام، أحارب الخيانة وأضمن الأمان. أنا شرطي المرور، كلي بهجة وسرور. أنظم السير، أراقب العبور، أساعد الغير مبتسم صبور. أنظم السير، أراقب العبور، أساعد الغير مبتسم صبور. أنا شرطي المرور، كلي بهجة وسرور. أنا شرطي المرور، سرور. برافو أساعد الأطفال. لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء.
لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو ياسين. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو ياسين. السلام عليكم. نشكر عمو يزيد على الحفل الذي قدمه الرائع والممتع، وألف تحياتي لعمو يزيد وشكر. شكرا عمو يزيد على هذا العرض الجميل، ألف شكر. نشكر عمو يزيد لزيارة ولاية المسيلة وتقديم عرضه الجميل. نشكر عمو يزيد على هذه المفاجأة، ونتمنى أن يعود إلينا مرة أخرى. نشكر عمو يزيد على زيارته لنا إلى ولاية المسيلة، ونتمنى أن يعود مرة أخرى إن شاء الله. اكتشف التطبيق الخاص بحصة مع عمو يزيد. حمل التطبيق من البلاي ستور بكتابة عمو يزيد بالعربية أو باللاتينية. بعد التحميل فعل التطبيق واكتشف كل اللقاءات، كل الحصص، كل الحفلات وأكثر.